برأيك أنت دكتور، إلى أين تسير الأمور؟ ما هي السيناريوهات المحتملة والمتوقعة الآن في العراق بعد ما شهدناه من أحداث خلال اليومين الماضيين؟ أولا أنا سوري وأعيش في العراق، لست في تركيا نعم للتصحيح فقط. يعني نعم تفضل. الحقيقة العراق أمام مفترق طرق. أعتقد أنه الأسابيع القادمة والأشهر القادمة نتأسف جدا أن نقول هذا الكلام، لأنه ليس بشهور هادئة أمام العراقيين، لأن ما يقوم به الصدر حاليا هو انقلاب أبيض يرغب في تغيير النظام السياسي وتغيير الدستور، وينادي الشعب بشكل كامل بأن هذه ثورة ليست ثورة صدرية، إنه ثورة الشعب العراقي ضد اللصوص وضد الفاسدين وضد من باعوا العراق وضد من سرق لقمة عيش الشعب العراقي. هذا من جهة. من جهة أخرى يشدد على إخراج إيران من العراق، وهو رويدا رويدا القضية تذهب إلى صراع إيراني عراقي بشكل أساسي، وهذا هو الخطير في الأمر. أعتقد أن إذا تراجع الصدر سيخسر كثيرا في العراق، وإيران لن تسمح للصدر بأن يخرجه بهذه السهولة، وبالتالي التصادم بين القوى التي تنتمي إلى الطرفين أصبح وشيكا، لأن الصدريين بالرغم من أنهم أعطوا جرحى وربما شهداء البارحة، لكنهم حتى الآن لن يحملوا السلاح.